أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هل يدل على أن كل من وقع في الشبهات فإنه سيقع في الحرام، أم أنه أكثر من يقع في الشبهات يؤول به الأمر إلى الوقوع في الحرام؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فنحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول كل مسلم يتجنب الشبهات. نعم.